السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم غادي نتكلموا وين هدرنا عليها تاع مدور، من هو على ذاك اللعاب تاع مروان وين داره داله بالسيف ماناجير، هو اللي فرض عليه ماناجير تاع سعداوي، نسيم سعداوي مشيشة، هدرنا عليها. الحمد لله يا ربي، عمي حسين جناد وهو مشكور وين طرق لهذه القضية وكشف، ومازال يزيد يكشف إن شاء الله بربي، خاطر اللي عنده الحق، اللي عنده الحق يمشي في الحق، عنده أدلة، واللي ما عندوش وقاعد يكذب وقاعد يكون يا ويكذب سوق الدجاج، يا ويكذب سوق الدجاج، يا وتسيبو في وسط الدجاج يدور، ما عنده وين يروح. وشت فالك نوجه رسالة واحد في الكومنتير قال لي خلينا منهم، هدرنا على بن ناصر وهدرنا، يا ودي نقي الدار. بن ناصر لازم من يجي ليكيب ناسيونال يسيب إدارة من المستوى رفيع، خاطش هذوك راهم في الاحتراف، لازم يجي هنا يسيب إدارة في المستوى. وأنا نبدا نقولها لكم، نقول لكم لازم يكون التسيير أحسن من التدريب، لازم التسيير يكون أحسن من التدريب. حنا ما عندناش تسيير، عندنا التدريب، يد واحدة ما تصفقش، والله لاكم غالطين، والله بالكم انتم راكم تقولوا والله لاكم غالطين، يد واحدة والله ما تصفق. 2014 نعطيها لكم هذه، بغاو يوخروا الحاج، 2014 كونت بوركينا فاسو، حداد وجماعته والرئيس تاع بوركينا فاسو ولاربيت ضد الحاج، كاع ضد الحاج، باش نخسروا هنا، باش نتيليميناو، خاطش موراها داروا جمعية عامة، باش نتيليميناو ويقلعوا الحاج، بغاو يريسكو بالكوب ديموند نخسروا هنا. صح الحاج عنده رجال وعرف شكاين وحمل وبالك تعقلوا لها روحوا عاودوا ولوا لها، والحمد لله يا ربي راه حياها راخر، مالغري انا مانيش معاها، بصح شتايرا راني نتبعه، انا يعجبوني واحد كيما هكا نتبعه، خاطش كان معاه من نهار الاول. يزيد وهيب راه حياها، قال لك حداد وجماعته وما جر الناس قاع ضد المنتخب الوطني باش ما يتاهلش الكوب دي موند، فتو يقلعوا الحاج. بصح الحاج عنده رجال تاعو، عرف كيفاش يبدل الاربيت، بزاف صوالح، عرف كيفاش يبدل الاربيت، عرف كيفاش، وتاهلنا باش يكون على بالكم، خاطش الاربيت اللي كان جاي الاول جاي باش يحطم ليكيب ناسيونال، هو عرف كيفاش يبدل الاربيت في اخر لحظه، شاهلهم كاع شاهلهم في اخر لحظه. انتوما لهنا هادو هنا كانوا ضد الحاج، يروح حسابكم باللي زاتشي ما يعرفش البواب تاع الاتحاد الافريقي ما يعرفوش، هيا ديروا حسابكم باش يكون على بالكم، خاطش كاين اللي تقول له الكولاسه يقول لك لا بكري كانوا يشرو، يا ودي كولاسه ماشي غير يشري، كولاسه تحافظ على المنتخب الوطني، كان تجرب على المنتخب الوطني من الكولاسه، ما ديش الكولاسه تعرف شتا كاين، الحاج لهنا عرف شتا كاين. طب ست ايام قبل البارتيه، قلت لك ست ايام سيمانه قبل البارتيه بدل الاربيت، باك تعقلوا عليها، باك راكم عاقلين 2014، راكم عاقلين شاصر على الاربيت وبدلوا الاربيت وكلش، باكم عاقلين عليها، مش الا راكم عاقلين ما نعرف، راه عاودها لكم يزيد وهيب، عرف وين راح، عرف كيفاش يبدل الاربيت. هذه هي، حنايا نعاودوا نولوا الفضيحه المدويه في اروقه الفاف والرابطه المحترفه لكره القدم والغير شرعيه، كما قال لي واحد، قال لي شوبي ركز عليها الغير شرعيه. في 15 جونفي 2018 استقدم الفريق مولودية الجزائر برئاسة السيدان حيرش وقاسي سعيد اللاعب مروان من أولمبي شلف في صفقة عادية جدا، لكن الغريب في هذه الصفقة هو المناجر اللاعب المدون اسمه في العقد، المناجر وهو صاحب المكالمة المسربة من مدير العام للوفاق وراخوك سمو سعداوي. هذه ماشي انا نقول فيها، انا قلتها، راه كاين الفيديو، غادي نطلع لكم الفيديو ان شاء الله بربي، راني هدرتها في وقتها، هدرتها بالك صرات بثلاث ايام ربع ايام، قال لك شو بين راه غيتيري برك، هذا التركي داير، شو التركي داير، هذا شو التركي داير،
شون دو تير عادت شون دو تير كلاسي التروازيام في 94 شون دو تير كلاسي التروازيام. هذا المناجر الذي هو محل تحقيق من جهة القضائية بعد رفع ضد هذا نسيم سعداوي من وزير الشبيبة والرياضة المدون اسمه في العقد اللعاب، لديه نسخة وين قال لهم لدي عمي حسين جناد عنده نسخة من العقد، في حين وفي اتصال هاتفي وين قال لك جمعني بهذا اللعاب أكد لي أنه أمضى في مولودية الجزائر بمفرده وبدون وكيل أي مناجر، والأكثر من ذلك وين أكد له أنه لم يمضي أي عقد مع هذا المناجر ولا يعرفه أصلا ولم يلتقيه أبدا، في حين اسم المناجر مكتوب بالخط واضح في العقد اللعاب. والأغرب من ذلك أن لجنة التدقيق حسابات التي شكلتها إدارة سوناطراك بعد رحيل حيرش وقاسي سعيد كشفت عن الوثيقة وين قال لهم لدي نسخة منها تثبت أنها إدارة مولودية قد منحت لهذا المناجر مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل استقدامه للعاب مروان. شوف هنا يا هذا سعداوي، هذا سعداوي على بالك تش غادي يطيحوا ناس تش غادي يطيحوا ايوا غادي على بالكم ما تأمنوش لسانكم وصاي غادي يطيحوا طيحات ما يا ربي راه داري بهم وصاي وين دا 100 مليون وانا على بالي بها ونقولها لكم قدامنا تكشفها مدور هو اللي داره مناجر قال لهم هذاك المناجر تاعه باش يكون على بالكم قدامه 100 مليون عطاه 100 مليون خاطر يعرفهم كان يدي دراهم ذراع كيسمع لعاب تباع يقول له انا حقي يعيط رسل لي دراهميه يعرفهم كاع قاضبهم كاع هذا سعداوي كاع قاضب لي بريزيدون كيسمع لعاب تباع يعيط له الو ارسل لي ما تخليش نكشفك خاطر كان حداد وكلش كان يكشف نورمال بصح دروك طحت مع مول الفول طحتو مع اصحاب الفول طحتو مع الصطيفيه الاحرار مع اصحاب السره ولاد السره تاع الصح طحتوا معاهم رجعتوا كي غادي يديروا والله لا قلابكم. القائمه اصدرتها الفاف وين نعاود نولوا شنا كيفاش استقدام هذا اللعاب بمبلغ 100 مليون سنتيم مقابل استقدام اللعاب اخر والاغ وين فانيك ادى 100 مليون في 100 مليون مع لعاب واحد اخر. والاغرب من كل ذلك ان الاول قائمة أصدر وين القائمة التي أصدرتها الفاف بأسماء المناجر أو ما يعرف بوكلاء اللاعبين كانت بتاريخ 2019-12-23 في حين العقد وقع بتاريخ 15 جانفي 2018 أي أنه عند إمضاء العقد لم تكن الفاف قد رخصت لهذا المناجر مباشرة عمله، ما يعني أن هذا المناجر لم يكن لديه اعتماد من الفاف عند إمضاء العقد. والأكثر من ذلك أن الفاف أصدرت 5 قوائم لوكلاء اللاعبين واسم المناجر صاحب المكالمة الهاتفية وهو مع حليفية هو نسيم سعداوي لا يوجد اسمه في أي قائمة من قوائم الخمس، وهو ما يعني أنه ينشط بطريقة غير قانونية وهذا ما يعرضه للسجن بناء على المادة 13 والمادة 5 الصادرة في 2013 يوم 7/23 في شهر 7/23 والمادة 227 من قانون الرياضة الجزائرية. والأخطر من ذلك أن الفاف أصدرت بيان مساء أمس الخميس تؤكد فيها استدعائها للمناجر الوسيط وهو سعداوي بتاريخ 9 جوان المقبل، فكيف جاء في البيان أنه مناجر وسيط وفي الوقت الذي لا يحمل هذه الصفة وبالعودة للعقد اللعاب، ففي الوقت الذي يلزم على المناجر أو ما يعرف بوسيط أن يدون اسمه ولقبه على العقد بالإضافة لعنوانه الشخصي والرقم الهاتف والعنوان الإيميل، نجد أن في هذا العقد اللعاب هناك اسم ولقب وسيط فقط.
وعليها سؤال مطروح هو: هل تم تزوير العقد اللعاب بالإضافة باسم المناجر حتى يستفيد هذا الأخير من مبلغ 100 مليون سنتيم؟ ومن ساعد على ذلك إن كان هناك تزوير؟ هل هذا العقد وهو الوحيد الذي طاله التزوير أم هناك عقود أخرى؟ وتبقى التحقيقات التي تطل الفاف والرابطة هي وحدها الكفيلة بالكشف عن حجم الفساد من خلال إطلاع على بقية العقود. يعني أنا أقول لكم باليوم كاينين تحقيقات كبار، كاين غادي يخرجوا بقضايا تاع فساد. كلوا الكاطو، كلوا الرخرة، كلوا القريمشة، ضربوا القريمشة